الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد ولا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه سراجا والقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد زمان كل شطر كل يعود